عفوا، مقادير بلح الشام: معايا كوبايه وربع من الدقيق، معلقتين كبار من النشا، معلقتين كبار من السميد الناعم. السميد الناعم ده اللي ايه؟ اللي هو دقيق البسبوسه. معلقتين نشا عشان يديني قرمشه، وادي الدقيق بتاعنا كوبايه وربع. معانا 3 بيضات: كوبايه وربع من الميه، ربع كوبايه زيت، رشه ملح، سيرب تقيل بارد علشان التسقيه، ومعانا زيت للقليه. طيب نخلي المقادير علشان هنتكلم عليها. معايا كوبايه وربع امان، النشا والسميد علشان القرمشه بتاعت بلح الشام نفسه، وهتشوفوه عامل ازاي. 3 بيضات ما يكونوش صغيرين، يكونوا كبار علشان يدوني سيوله للعجينه وتبقى سلسه معايا. كوبايه وربع ميه هنحطهم على النار علشان يسخن. بسم الله. طبعا انا مسخنه الوكه او الحله او الطاسه اللي انت هتعملي فيها، ولازم الميه تكون بتغلي. طيب عندي هنا كمان ايه؟ ربع كوبايه زيت. ربع كوبايه الزيت دي ممكن تبدليها بمعلقتين كبار من الزبده. لو زيت هيبقى 3 معالق كبار زيت. بسم الله. الله، واحد ملوش تاني، 3 معالق من الزيت. هي الكوبايه اللي راخده معايا بيها كبيره شويه، فتحسوا ان هي الكوبايه اللي ربع كوبايه مديه نص كوبايه مش ربع. طيب حطينا كده، وادي رشه الملح بين ايدينا. اكتر من كده مش عايزه. طب نونا، هو احنا ينفع نشيل الزبده ونحط زبده؟ اه طبعا ينفع. طب ايه الفرق بين الزيت والزبده؟ الزيت بيرمي، بيدي كميه، وبتبقى البلحة الشام خفيفه، اخف في التعامل واخف في الاكل واخف في التسقيه، بيبقى خفيف قوي وبيرمي كميه. لكن الزبده التطعيمه بتاعته بتبقى اعلى شويه والكميه بتاعته اقل. فخلي بالك سواء هتستخدمي زيت او زبده تبقي مخليه بالك. هنا حطيت الميه ورشه الملح والزيت زي ما انتم شايفين كده، معلقه خشب، وبصوا كده معايا. بسم الله. ادي النشا، وادي السميد، يتخلط كله مع بعضه وننزل بالكميه كلها مره واحده، وبالمعلقه الخشب نقلب 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 لحد ما تبقى عندنا عجينه، وهوريكم هنشتغل بيها ازاي. نفضي كده مره واحده. انا شلت من على النار، شايفين المنظر، ورجعت لميت ورجعت حطيتها تاني. بصوا انا عايزه تستوي، ارجع اشيلها من على النار، مش عايزه اي اثار في البوله او في الحله اللي انا بشتغل فيها يبقى موجود فيها دقيق او نشا. ليه بشيل من على النار؟ بصوا كده. ليه يا نونا بتشيليها من على النار؟ علشان ما تتلسعش، لونها ما يغمقش. انا عامله دقيق وسميد ونشا، فحطيته على النار هتخليه ان هو يغمق ولونه يغمق ويبدا ان هو يتلسع. انا مش عايزه كده، لا انا عايزه كده. بصوا بتبداي ان انت تعملي كده، شايفه؟ بتلمي العجينه بالشكل ده، وارجع اهدي النار وارفع على النار. بصوا بتلمي العجينه كلها خالص كده، وارفع وبرجع انزلها تاني، عايزاها كلها تبقى عجينه واحده اهي. معلقه خشب وكده اهي، شايفين طبعا بقت ايه مكتله ازاي، وفي نفس الوقت اتهديت النار وان انا الفها بالشكل ده كده. انا مش عايزه حاجه تبقى سايبه اهي. بصوا المنظر كده، ترفعي من على النار وبتنعمي العجينه اهو كده بالشكل ده. دقيقه كمان على النار وهبدا ان انا اشيلها. بصوا بقت عامله ازاي. بصوا ناعمه ازاي معايا، ما فيهاش اي تكتيله ولا اي حاجه. في اللحظه دي اروح شايله من على النار واروح جايبه صاج. هستخدم الصاج ده في ايه؟ هستخدمه في حاله واحده بس، لو انا ما عنديش عجان. عندي عجان هروح مبطله حركه الصاج ديت، واروح حاطه العجينه هنا واشغل عليها العجان شويه. طب ايه الفايده من الحلقه من اللحظه دي او من الخطوه دي؟ ان انا بطلع البخار السخونية اللي في العجينة، عشان لما اجي انزل البيض ما يستويش. لكن لو انا حطيت البيض دلوقتي مع العجينة في العجان وهو سخن العجينة، هلاقيه استوى، وانا مش عايزة كده. انا عايزة ان العجينة تتهوى تطلع البخار اللي فيها. طيب انا ما عنديش عجان، هعمل ايه؟ بروح عاملة كده، او كمان مش الصاج اهو،
الرخامه بتاعتنا بارده ساقعه وفي نفس الوقت نضيفه. بتعملي كده، بصي بتفرديها خالص ازاي وتسيبيها 10 دقايق علشان تبدا ان هي تطلع كل السخونيه اللي فيها. خلاص سبتيها وطلعت السخونيه اللي فيها، هتروحي حطها في بوله وبيضايه بيضايه وتدعكي بايديكي او بمضرب سلك لحد ما الثلاث بيضات يخلصوا. رغده هاتي لي فانيليا. طبعا انا عندي عجان اهي، بصوا بقى لما اشغل عليها العجان هتلاقوا البخار بيبدا يطلع. البخار والسخونيه دول استحاله يكونوا في العجينه ونحط عليها البيض. مجرد ما تبدا ان هي تسقع معايا هبدا ان انا انزل البيض بيضايه بيضايه. هنحط عليه فانيليا. انا بصراحه بحب يعني موتي وسمي اني اشم حاجه فيها زفاره او ان انا اجي اكل حاجه ولا احس ان فيها ريحه زفاره، فعشان كده هنحط فانيليا. بدال الفانيليا ايه؟ ممكن تحطي معلقه صغيره من الخل. بدال الفانيليا ايه تاني؟ عندنا موسم البرتقان، خدي بشر برتقان. انت ممكن كمان لو انت عايز تعمليه بالبرتقان حطي في البيض وفي العجينه بشر برتقان، وفي السيرب اللي هتبداي ان انت تسقي بيه بلح الشام حطي شريحتين برتقان يغلوا معاه. وتاكلي احلى بلح شام بالبرتقان. بيبقى طعمه تحفه. طيب انا كده حطيت العجينه هشغل عليها عشان تطلع كل البخار اللي فيها. بسم الله. بصوا احنا انا مشغله والبخار طالع، البخار بيطلع. ادي الثلاث بيضات وادي الفانيليا. عايزه مثلا اخلطهم مع بعض، طب كده يا نونا مش هتبقى بيضايه بيضايه، ما عنديش مشكله ينزل جزء جزء، بس اهم حاجه الفانيليا تمشي مع البيض كله اهو. ما عنديش اي مشكله ان هي ينزل جزء جزء من البيض. وهي شغاله بقى على الهادي كده، العجينه اهي ما بقتش سخنه، هديت البخار بتاعها شويه اهي خالص. ارجع اعمل ايه؟ اروح عامله بقى كده واروح منزله جزء من البيض واشغل. بسم الله. بصوا بقى عشان ما تتخضوش وانتوا في البيت، شايفين المنظر عامل ازاي؟ العجينه يعني محببه مقطعه حتت. بصوا المنظر هنا كمان، مش عجينه حته واحده ان انا اقدر احطها في كيس واشكل بيها، لا هروح عامله كده واشغل عليها تاني لحد ما تبقى عجينه لينه وفي نفس الوقت حته واحده. تعالوا نطلع فاصل وهنشغل العجان ونجيب الكيس الحلواني والبلبله ونجيب الوكين بتوع الزيت. لازم بنبدا نقطع بلح الشام في وك بارد او في زيت بارد ويترفع على النار عشان يبدا ان هو يطلع مع نفسه، والناحيه الثانيه بيبقى زيت سخن. طيب ليه زيت سخن؟ علشان اللي هيطلع من هنا هسيبه يبرد شويه وبعد كده انزله يكمل تسويته في زيت سخن. دي حركه مهمه جدا 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 علشان بلح الشام معاكي يفضل مقرمش ويفضل بالقوام اللي انت عايزه. ملبس العجينه بقى عامل ازاي وشكلها كمان بقى عامل ازاي، بس بعد ما اعجنها شويه كمان علشان ابدا ان انا احطها في كيس الحلواني. دايما نخلي بالنا ان احنا ممكن واحنا شغالين نروح مجمعين اللي في الجوانب علشان يدينا الملمس والقوام اللي احنا عايزينه، لان احنا اصلا الكميه بتاعتنا كوبايه وربع من الدقيق مش كتيره، فممكن اصلا العجان ما يوصلهاش ويوصل للجوانب كلها، فعشان كده نبقى بنجمع اللي حوالينا. بسم الله.
اعملي الاسباتشوله بتاعتي زيت بالشكل ده كده، وتعالوا ننزل الحاجات اللي في السلاح ونبدا نشغل عليها تاني كده بالشكل ده، وانزل برضو اللي في الجوانب علشان تديني خليط سايل او خليط طري ابدا ان انا اشتغل بيه بسهوله. بسم الله. هتلاحظوا ان انا لما بنزل اللي في الجوانب احطها في النص اللي على الجنب بالظبط علشان سلاح السلك لما ينزل يبدا يلف معايا بسهوله. بسم الله. عندي هنا حاجه حاصله معايا، ان كثافه الدقيق عاليه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان هي مش عايزه تديني المط او العرق اللي انا عايزاه. بمعنى ايه كمان؟ بمعنى ان هي السوائل او الكوبايه وربع اللي احنا حطيناها كانت اقل عليها شويه. عشان كده بقول دايما ان كثافه الدقيق من دقيق لدقيق بتفرق، وده تخلوا بالكم منه. هوريكم دلوقتي شكل العجينه قبل ما احط مثلا معلقتين الميه، وهوريكم بعد ما احط معلقتين الميه تبقى عامله ازاي. بصوا كده المنظر، مقطعه مكتله، مش الشكل اللي انا عايزاه خالص. فعشان كده هروح عامله كده واروح مزوده يعني المعلقتين واروح حاطه كده. بسم الله. المنظر بقى دلوقتي، بسم الله ما شاء الله. شفتوا الفرق بين دي وبين اللي قبلها؟ يعني لو حصل معاكم حاجه زي كده في البيت ما تتخضوش وما تقولوش يا نهار ابيض بصوا العجينه عملت ازاي، مفيش الكلام ده كله خالص. بصوا ناعمه قوي. طيب انا كمان ماسك العجينه كده مع انها لمت، بس انا حاسه ان هي قاسيه سنه. يعني ايه قاسيه؟ يعني هتغلبك في التقطيع وهتطلع ناشفه، مش ناشفه ان هي مقرمشه، لا هتطلع التقطيع بتاعها مش سلس. طيب هي محتاجه ايه يا نونا؟ محتاجه ايه يا نونا؟ معلقه واحده ميه. انا بعمل معاكو اللي ممكن يقابلكو في البيت. بسم الله. اهي بصوا معلقه واحده، مش عايزه اكتر من كده. وهنشوف دلوقتي النعومه والسيوله والتطريه بتاعت العجينه عامله ازاي. محضره كيس الحلواني اهو، الزيت الناحيه التانيه بارد عشان هبدا اقطع فيه. عايزه كيس حلواني بلبله البلح الشاب، وعايزه مقص، وممكن بايديا لو العجينه ما شاء الله عليها ممكن نقطع بايد وندوس بايد ونقطع بالايد التانيه. بسم الله. كده تمام وزي الفل. طيب كل اللي انا محتاجاه ادي اسباتيولا، او مش هعمل بسباتيولا. بصوا بايديا واروح عامله كده عشان اتاكد. كلنا في البيت بنشتغل بايدينا، ما بنشتغلش بسباتيولا الكلام ده كله، والنبي يا رب. وفي بيوتنا ما بنلبسش ولا جوانتي ولا الكلام ده كله. ايدينا بتتغسل في اليوم يجي 150 مره، فما فيش امل من ايدينا على بقنا وعلى معدتنا. كده بتنزلي كل العجين اللي في سلاح السلك بالشكل ده كده، وايديكي مبلوله زيت. تمام كده نزلنا كل العجين، مش هنسيب ولا فتفوته من العجين نخسرها بالشكل ده كده. كده امان جدا. عندي كيس الحلواني وادي بله كمان من الزيت، واعمل كده. شايفين؟ ادي العجينه اهي،
واروح عامله كده. كل ده ينزل من العجان ما يفضلش اي حاجه فيه اهي، وايديا نضيفه وزي الفل. ارجع انضف حواليا، وخلوا بالكم بقى من اللي هنعمله دلوقتي. معايا مقص، ومعايا الكيس اللي انا اصلا حاطه فيه عجينه بلح الشام. وطبعا احنا بنحدف في زيت بارد او بنقطع في زيت بارد، وبعد كده نرفع على النار علشان يديني النتيجه اللي انا عايزاها. ما ينفعش ان انا اكون جايبه الكيس الحلواني واجي من العجينه كلها من فوق هنا وادوس. اولا اعصاب ايديكي هتتعبك، هتتعبك. مش هقول لك ان هو مش هيخرج، لا هيخرج بكل سهوله، بس انا ليه اضغط على كل المسافه دي او الكميه دي عشان اطلعه؟ لا، طب ما هو بنقسم كده. بصي، قسمنا بتلفي مع اللفه دي، انت بتسهلي لنفسك. ادي اهي، ادي على الزيت اللي هو البارد بنضغط كده. وبصي، احنا بلينا المقص زيت علشان يقطع بسهوله، واروح عامله كده الحجم اللي انت عايزاه، وتقصي الحجم اللي انت عايزاه وتقصي. بصي بقى بيطلع بسهوله، انت بتدوسي بسهوله، مش شرط ان انت تفضلي تدوسي بايدك الاثنين وحد من ولادك او حد تاني واقف معاك، لا اهو بتدوسي اهو. تبلي المقص اهو كده، نفضل ندوس كده اهي بسهوله علشان ما تضطريش ان حد يساعدك. خلصت الكميه، تروحي منزله حبه كمان علشان ما يبقاش ضغط على ايديكي اهي، وتبرمي. بصي وتبلي المقص زيت، انا حطاه على النار بس مهديه النار. بصي، طيب نونا، احنا بنشوف بلح الشام كبير، وبنشوف رفيع، وبنشوف بيبقى قصير كده ومكبب، ده بيبقى حسب البلبله اللي بتشتغلي بيها، على حسب المقاس بتاعها، حسب ما انت عايزه. عايزاه ان هو يكون بالحجم ده كده، عايزه ان هو يكون خطوط ضيقه، عايزه يكون خطوط واسعه وعريض، زي ما انت عايزه. اللي انت عايزاه بيبقى على حسب البلبله اللي بتشتغلي بيها. تهيألي اسهل من كده مفيش. ووريتك شكل العجينه يبقى عامل ازاي، ووريتك لو هي لقيتيها بتقطع معاكي تزودي لها ايه، ووريتك ان انت لو فضلت تقيله معاكي على حسب كثافه الدقيق برضو تزودي لها ايه. مفيش حاجه بفضل ربنا بتقف قصادنا، كل حاجه قدام ربنا سلامتك ما بتقعيش، وقدام النيه سليمه برضو مش هتقعي، ما تقلقيش. بسم الله، سمي بالله دايما كده وانت شغاله، ربنا يكرمك اخر كرم. بصوا ما شاء الله كده اهو، بيبقى بقى معاكي اللي هي الصفايه اللي هي بتاعت البطاطس، علشان بتقلبيه زي البطاطس علشان ياخد معاكي كل الجوانب لون واحد، ما يبقاش حته لون فاتح وحته لون غامق، لا فيش الكلام ده. ما تقلقيش ان انت تحطي جنب بعضه وتملي الطاسه. بص ما شاء الله عامل ازاي، بتخلصي الكميه كلها، وبعد كده يبدا ياخد لون ذهبي فاتح، اللي هو سكري فاتح كده، لونه بيز، مش ذهبي اللي هو اللون الغامق اللي انت خلاص عايزه تاكلي بلح الشام، لا اللي هو الاهدى، اول درجه من درجات الذهبي. ليه بعمل كده؟ هعمل لو الدرجه دي واروح شايلاه يبرد، تخلصي الكميه بتاعتك كلها، وبعد ما يبرد تروحي بقى نازله بيه بزيت سخن. ياه على القرمشه اللي هتقابليها واللي هتشوفيها في بلح الشام. وتحاولي دايما تظبطي ان كله يبقى مقاس واحد وكله حجم واحد، ما ينفعش ان انت تبقى الطاسه عندك فيها القصير وفيها الطويل وفيها المبعجر، لا فيش الكلام ده. كده تمام وزي الفل. كل اللي انا محتاجاه دلوقتي دي كده، بصوا يبدا ينفش مع نفسه كده ويبدا ياخد لون، يبدا ان انت قلبي زي البطاطس. هسيبه كده زي ما هو اهو، بصوا اللون الذهبي الفاتح، سامعين صوت الخرفشه بتاعته والقرمشه بتاعته،
ولسه ايه، لسه كمان ما استواش كله، هو لسه كده ما استواش، لسه ما وصلش لمرحله التسويه اهو. وما تزهقوش وما تملوش، براحته خالص عشان يديكوا النتيجه المطلوبه اهو. بالصفايه بتاعت البطاطس بيتقلب زي البطاطس كده علشان كله يبقى لون واحد اهو. انا كده تمام وزي الفل. بصوا الدرجه الفاتحه دي اللي انا عايزاها يطلع يتساب. بتخلصي الكميه كلها وبعد كده بتبداي ان انت تحطيه في زيت سخن مقدوح. شايفين المنظر؟ نفس النظام لو بتعملي زلابيه او لقمه القاضي او اللي هي العوامات، برضو بتقطعيها وتاخديها لون ذهبي فاتح وتخلصي الكميه كلها. وبعد كده اهي بصوا، بص شكله عامل ازاي. سامعين القرمشه والصوت بتاعه؟ عايزه تكملي وان الزيت يفضل يتقدح شويه ما عنديش مشكله. طيب نونا، احنا لما بنعمل في البيت خلاص الزيت ده كده سخن، نعمل ايه؟ انت بتكوني بقى محضره واحد بارد، بتبداي ان انت تكملي تقطيع فيه، والسخن تحطي فيه اللي برد، ده سخن تسيبي ده يبرد. هو بياخد وقت شويه، يا اما بتعملي كله في البارد وكان بارد ماشي، بتخلصي الكميه كلها وبعد كده بتسخني الزيت وتقدحيه تحطي كله مره واحده. هما بره بيعملوا كده، عشان كده بيبقوا عاملين فازان كبير زيت بارد بيقطع الكميه كلها، بيبقى ما شاء الله يعني مساحته نص الكوانتر ده كده، بيقطع فيه خلاص اتعمل شاله وبيسيب الزيت بقى يبرد براحته ويرجع بعد كده يروح مكمل. طيب احنا دلوقتي دوت خلاص هنشيله، مش محتاجاه او ليه؟ لا حرام، عشان ما يبقاش ان احنا استهلكنا زيت كتير. هشيل الزيت النضيف اللي اتقدح، هسيبه كده خلاص، انا مش هستخدمه، حرام ان انا احط فيه حاجه. وده هسيبه يتقدح، كده كده الكميه اللي عندي قليله ومش محتاجه ان انا اعمل فوق كده. طيب هسيبه يتقدح، وبعد كده لما يتقدح شويه كويس يكون ده هدي، علشان لما اجي احطه هنا في السخنيه ياخد اللون الحلو اللي احنا عايزينه، وفي نفس الوقت يديني بقى القرمشه اللي احنا عايزينها. بصوا لون بلح الشام بقى عامل ازاي، شايفين المنظر؟ بصوا مش عايزاكوا تغمقوه قوي، علشان لما بيغمق وبتطلعيه بيغمق سنه كمان، فتحسي يعني تحاولي تطلعيه ذهبي غامق بس مش قوي، علشان هو لما بيقعد بيغمق شويه كمان، زي ما بنيجي كده نقلي العيش او نحمر العيش، بقول لكم طلعوه ذهبي شويه علشان لما بيقعد بيغمق اهو. المنظر ده كده ما شاء الله عليه. بصوا بقى في تكايه بقى كده، حته نميسه كده انا بعملها علشان يفضل بلح الشام مقرمش معايا باليوم واليومين، هو ما بيقعدش لتاني يوم الحمد لله يعني، بس عشان يفضل مقرمش معاكي. ما تاخديش بلح الشام وتغطسيه في السيرب، هو بيبقى سخن بيبقى عامل زي السفنج، لما بتغطسيه في السيرب بيشرب، تفضلي سايباه بيشرب. هو انت كده مش بتسكريه، ده انت كده بتخليه يشرب العسل ده، وتيجي بعد كده تاكليها تلاقيها بتنزع عسل وتلاقيها طري. لكن انا بعمل كده، بحط في مصفى واخد السيرب وهو بارد واعمل كده اهو، واسقي كده واقلب. ليه؟ علشان انزل اي عسل زياده جواه. سامعين صوت القرمشه؟ شايفين الشكل واللون عامل ازاي؟ لون واحد ومقاس واحد. ارجع بعد كده اجيب الطبق بتاع التقديم، انا مش هقدمه في طبق مفروض، احنا عندنا اهو ادي اللي معمول قبل الهواء. انا هعمل كده، بسم الله، ادي اللي احنا عاملينه النهارده. نرصه في طبق، البوله طلعت اكبر شويه. حلو، نكمل بقى. ادي بلح الشام اللي طلعناه زي ما انتم شايفين كده، طلعناه من العسل. عايزه تحطي صوص كراميل، صوص شوكولاته، عايزه تحطي بس مكسرات من على الوش كده، ايا كان اللي انت عايزاه. عايزه تعمليه زي ما احنا ما عاملين كده، مغطسينه في شوكولاته بيضه ومنزلينه في الفستق، او الشوكولاته دارك ومنزلينه في السوداني، زي ما انت عايزه. عايزه تسيبيه كده زي ما هو ساده، برده زي ما انت عايزه. اللي انت حباه اعمليه وحسب ذوقك وحسب التطعيمه اللي انت عايزاها.